تحتضن ولاية مستغانم الطبع 27 للمهرجان الوطني للمسرح المدرسي تحت شعار الركح ينير دربنا. يشارك فيه ولايات من الوطن تقدم عروضا مسرحية مختلفة تتنافس نصوصها على ركح دار ثقافة ولد عبد الرحمن كاكي. أمامكم عن الانطلاق الفعلي والرسمي لفعاليات الطبع 27 من مهرجان الوطني للمسرح المدرسي. الافتتاح الرسمي لفعاليات المهرجان الوطني للمسرح المدرسي في طبعته 27 بولاية مستغانم بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي تحت شعار الركح ينير دربنا بحضور السيد والي الولاية والوفد المرافق له وحضور السادة مدير الولايات. الحمد لله تم الافتتاح بنجاح بحضور كل يعني الفاعلين. حضرنا هذا اليوم افتتاح المهرجان المدرسي أو المهرجان الوطني للمسرح المدرسي والذي تتنافس فيه العديد من الولايات. هذه المنافسة التي نقتصرها على هذا الود، هذا الوئام، هذه روح التعاون، وهذا هو الهدف من هذا المهرجان. كما تخللت فعالية المهرجان نشاطات ومعارض تراثية تعبر فيها كل ولاية عن تقاليدها وحضاراتها وفرصة لتبادل الخبرات والتعارف. نحن وفد بسكرة من مدرسة محمد بن نار، جئنا هنا إلى تقديم عرضنا في مستغانم. نشكر مستغانم على حسن إضافتها لنا. دمج بين الثقافة والسياحة على ركح التربية، 16 مسرحية على خشبة عبد الرحمن كاكي وفي لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط.